يا مرحبا بعودتكم من جديد من أوروبا إلى أمريكا، حيث انفرد المنتخب الأرجنتيني بالرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد حصوله على اللقب 16 في تاريخه وبفارق لقب واحد عن الأوروغواي. لم يكن هذا أبرز خبر عن البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، بل شكلت فوضى التنظيم حدثا رئيسيا ومادة دسمة للحديث عنها في وسائل الإعلام العالمية. نتابع ولا نعود. لعل هذه اللقطة الأخيرة محمد في الأهمية تعادل ما حققه المنتخب الأرجنتيني. بيلسا الرجل الذي يعرف كرة القدم جيدا، وكل متابع لكرة القدم يعرف ما قيمة بيلسا الفنية وخبرته الكروية، عندما ينتقد الولايات المتحدة ويتحدث أكثر من ذلك عن تهديد وصل إليه من اللجنة المنظمة وسكالوني المدرب المنتخب الأرجنتيني بالحديث عن الأمور التنظيمية وفداحة الأخطاء اللي فيها والملاعب التدريبية إلى آخره، ناقوس خطر كبير وعلامات تعجب متعددة قبل مونديال 26. كل تأكيد، حتى أنه هو الصحفي استفز بيلسا، يعني الصحفي كان جدا يعني غير احترافي عندما قال له أنه هل سيتم معاقبة اللاعبين الذين دافعوا عن عائلاتهم؟ يعني هو تنتظر من اللاعب أن يرى أنه لا يوجد أمن يدافع عن عائلاته أطفاله وزوجته بالضبط. فلذلك كان هجومي في جوابه، وقال كلام كله صحيح طبعا، واضح أنه هناك يعني فوضى غريبة جدا ببطولة كبيرة جدا تحمل تاريخ كبير جدا من أولى البطولات عبر تاريخ كرة القدم ما بين المنتخبات، هي الأعرق للمنتخبات. فبالتالي هذا الشيء الذي تحدث فيه بيلسا على أرض الواقع حقيقي وهو موجود، لكن هو وجد من شخص شجاع يتحدث به، وتحدث به يعني بحرقة على ما يحدث، رغم أنه لا يدرب منتخب بلاده ويدرب منتخب الأوروغواي بالضبط، لكنه كان محتد وكان واضح أنه منفعل جدا ومنفعل على باقي المنتخبات أيضا صح. وهو تحدث عن فيني جونيور كمثال عن البرازيل، وتحدث عن سكالوني مواطنه الأرجنتيني، وتحدث أيضا عن الأوروغواي، تحدث بشكل عام حتى على الأمور اللوجستية والملاعب وكرة القدم والإصابات والكذا. فهذا يأخذنا إلى سؤال، لماذا حدثت هذه الفوضى؟ شو الفكرة كانت يعني الفكرة الرئيسية التي أحدثت هذه الفوضى؟ بكل بساطة طبعا ما حدث في المباراة النهائية هي هذه الصور مميز جدا لأنه توضح ما حدث. ما حدث بصراحة أن هناك لم يكن نقاط تفتيش في البطولات الكبرى ككأس العالم، في هناك نقاط تفتيش قبل محيط الملعب، 4 نقاط تفتيش أو 3 نقاط تفتيش دائما الفيفا هكذا يعتمد الأمور. فهناك لا يصل المشاهد إلى حرم الملعب إلى محيط الملعب إلا معك بطاقة، طبعا هو وصل الأشخاص اللي وصلوا جمهور كولومبيا حدث ولا حرج بدون بطاقات. طبعا عندما سأل المسؤولون لماذا تم وصول الجماهير بدون بطاقات قال لعدم أحداث فوضى، وتم إدخال الجماهير بدون تذاكر، وتم رفع سعر أسعار التذاكر، لهذا احنا شاهدنا أنه في مقاعد فارغة لأنه تم ارتفاع أسعار التذاكر بشكل غريب جدا. سوق سوداء. السؤال هو هذه الأمور ليش حدثت هذه الفوضى أصلا؟ نعود لنسخة 2016 التي استضافتها الولايات المتحدة، احتفال بالمئوية نعم احتفال بالمئوية، كان عندهم وقت، كان 3 سنوات لتنظيم هذا الحدث. الآن احنا بنعرف أنه كانت البطولة في الإكوادور صحيح. اعتذروا وأخذتها أمريكا بشهر يناير 2023، يعني يدوب عام ونيف يعني فقط لتنظيم هذه الأمور، فلم يكن هناك تنظيم.
عملت الولايات المتحدة أن منحت هذا التنظيم. طب يا رجل قطر استضافت آسيا والصين اعتذرت عنها بشهور. أنا الآن هي منحت. لا لأنه بعض الأصوات كانت تنتقد الولايات المتحدة من الولايات المتحدة تنتقد أنه قطر هذا البلد الصغير يستضيف كأس العالم أو كأس هذا يعني. ما هو في عام 2016 أصلا حصل فساد وتم إحالة كثير من مسؤولين أمريكا اللاتينية كثير منهم إلى التحقيق. فبالتالي لم تمنح الولايات المتحدة حق تنظيم هذه الحفل للاتحاد الاتحاد الدولي لكرة القدم أمريكا الجنوبية، منحته لشركة متخصصة فيها في هذه الأمور، لكن الاتحاد رفض ذلك ودفع 10. طيب بدي أمشي معك. دفع 10 مليون قادرة يورو. نعم الموضوع ترى هو في قضية فساد عشان الوقت يتم الآن الحديث عنه، وهناك كان في رشوات لتنظيم الكونوبيل هذا الحدث، تنظيم على أرض الملعب وليس كاسم اتحاد أمريكا الجنوبية. نعم فبالتالي موضوع كله فساد بفساد، كان حتى يعني رئيس الاتحاد الكولومبي محال في التحقيق. مظبوط. طيب يعني أنت اليوم لما بتحكي أنه بس الموضوع ضيق الوقت هو اللي لربما لم يسعف والفساد, والفساد. نعم. يعني ننتظر أنه لربما الوقت عندهم متسع ومن زمان بدهم ينظموا كأس العالم 26. لا كأس العالم مختلف. هو تحت مظلة الفيفا، فتأتي هي الفيفا. بينما هذا يعني ما ألخص قول حلمي، اتحاد أمريكا الجنوبية فاسد، هناك علامات استفهام كبيرة عليه لأنه هو مسؤول عن تنظيم هذه البطولة. نعم. بينما الكأس العالم سيكون تحت مظلة الفيفا. الفيفا هي من تقيم كل شيء على أرض الملعب من جلب الأمن. هي المشكلة الوحيدة أنهم سيتم جلب الأمن من الولايات المتحدة، هذه نقطة مهمة، أمن الملاعب، لكن باستطاعتهم أن يأتوا بأمن خارجي مثل ما حدث يحدث في أولمبياد باريس. أولمبياد باريس الأمن جاء من قطر. صحيح. كمثال. صحيح. عدة دول من ضمنها قطر. إليك طلحة، أنت كأرجنتيني، هذا المنتخب يفوز بالبطولة الثالثة في آخر 4 أعوام، سكالوني يبقى لمونديال 26 أم عليه أن يرحل الآن في قمة المجد؟ ميسي يلحق بديماريا ويعتزل، ديماريا الاسم التاريخي لعله underrated هو في الكرة الأرجنتينية، ميسي عليه أن يعتزل بعد أن أصيب أم لا يبقى هو وسكالوني ل 26؟ معا بالنسبة للمدرب سكالوني يجب أن يبقى المدرب سكالوني، وإحنا بنعرف أنه المنتخب الأرجنتيني على مستوى التدريب أي نعم المدرب سكالوني رائع جدا ومنطقي جدا والجميع سعيد بوجود هذا المدرب، عرف كيف يتعامل مع هذا المدرب، الفوز في البطولات، ولكن استمراره بالفريق حتى كأس العالم القادم أقل شيء أعتقد أنه هو شيء وارد جدا أصلا ومرحب فيه بدرجة كبيرة. أما بخصوص لأنه الآن هو أصلا نجح مع المنتخب أصلا، وفيما لو لم يفز بكأس العالم بغض النظر عن طريقة الخروج كيف ستكون وماذا ما سيمتلك من أسماء وعناصر سيتم يعني نتكلم عن سيتم يعني تقييمه بهذاك الوقت، أما الآن هو ما عنده مشكلة بالبقاء. بديل سكالوني أعتقد حتى لو فكر سكالوني بالخروج والرحيل بديله هو والتر سامويل، هو مدرب موجود من 2018 وهو مساعد للمدرب ويعمل على قدم وساق مع المدرب سكالوني، وأيضا مرحب فيه أنه يكون هو المدرب القادم فيما لو خرج سكالوني. بالنسبة لميسي أعتقد الآن ميسي اختلفت يعني ميسي كان ينظر إلى موضوع استمراره مع المنتخب الأرجنتيني بطريقة، والآن سينظر بطريقة أخرى بعد ما حصل في بطولة الكوبا الأخيرة. وهنا نتكلم عن موضوعين، موضوع الإصابة اللي تفضلت فيه، موضوع إصابة يعني كان إصابة خطيرة جدا، والأهم من هذا هو المستوى الذي قدمه ميسي بشكل عام. يعني ميسي لا يركض على أرضية الملعب، لا يؤدي كثيرا على أرضية الملعب، يعتمد عليه في بعض اللقطات الفنية ولم تحصل باستمرار في كل الأشواط وفي كل المباريات. هنا بعد هذه البطولة أعتقد أنه حتى هذا الشيء لم يكن يتوقع ميسي أنه تكون البطولة بهذا الشكل أن تمر عليه من بعد الإصابة اللي حصلت، الفوز في البطولة أيضا أعتقد أنه هذا وقت مناسب جدا وجميل جدا ورائع جدا يتمناه مثالي. أي لاعب في كرة القدم أنك أنت تعتزل الكرة القدم الأرجنتينية أو مع المنتخب حاليا. هو أعتقد راح يستمر مع إنتر ميامي، ولكن إحنا بنعرف قصة إنتر ميامي، هو ميسي إيش بده من موضوع إنتر ميامي هو وأصدقائه في هذا الفريق، ولكن مع المنتخب أعتقد أنه توقيت مثالي، لأنه أنت الآن ما في داعي أنك تعرض نفسك ومسيرتك على الرغم من النجاح لخطر، لنتيجة كبيرة مثلا، لخروج مذل، خروج مفاجئ من الموقف، أو عدم استدعاء زي روماريو في الزمانات. لا هذا أستبعده أنا، موضوع عدم الاستبعاد أستبعده. راح يكون موجود، ولكن مع طبيعة كرة القدم هي غدارة، كرة القدم لا تخضع لمنطق، يعني تيجي تقول لي أنا بطل العالم وأنا لا،
دائما اصلا الشيء اللي احنا بنعرف انه بطل العالم يخرج من الدور القادم عاده ما شاهدنا هذه النسخه، بطل العالم يخرج من الدور القادم، فرنسا فقط صوت استثناء نعم في الجوله نعم الاخير وصلت الفكره طلحه تتعرض لنتيجه قاسيه من فريق هاي كره قدم. فانا على الرغم من حبي للارجنتين وحبي الى اللاعب ميسي على ولكن اتمنى خروجه الان في هذا التوقيت المثالي. كابتن خالد، الى لاعب اخر لا يقل عطاء للارجنتين في السنوات الماضية 15 سنة الماضية أو أكثر عن ميسي، وهو دي ماريا، الرجل المظلوم الذي لا يتم الحديث عنه كثيرا، وهو من ساهم بالفوز بأولمبياد بكين مع ميسي عندما كانوا شبابا صغار ب 2008، وبعد ذلك بكوبا أمريكا على البرازيل 2021 وكأس العالم 22 في قطر، وهذه البطولة دي ماريا اختار أن يعتزل. يعني قرار جميل جدا من أنخيل دي ماريا، وهو ليست فقط يعني يكون مع المنتخب في أثناء إحراز البطولات وإنما يسجل في النهائيات أكثر من نهائي هو سجل وكان صحيح هدف الفوز للمنتخب الأرجنتيني. أنخيل دي ماريا لاعب بنظري وبنظر الجميع مظلوم إعلاميا، يقال إنه لشكله، يقال إنه ظل ميسي ثقافته، لكن هو نعم لكن أو إنه شبهه بظل ميسي، لكن هو قيمة كبيرة ولاعب تكتيكي عالي جدا، لاعب منضبط في الملاعب، أينما ذهب دي ماريا وضع بصمة سواء في الأندية التي لعب لها سواء في المنتخب الأرجنتيني، قيمة كبيرة. وبصراحة الاعتزال في وقت جميل جدا، ما أجمل الاعتزال في إحراز بطولة معا، يعني اللاعب يعني فقد شيء من حياته، فقد شيء من عاداته اليومية، هاي يعني حياة كرة القدم. أنت اليوم فقدت الكرة القدم، خلص ما في تدريب، ما في عقود، ما في أندية، ما في مباريات، لكن أثناء بطولة تاريخية وبطولة قارية يحرزها نعم ينهي المسيرة مع المنتخب الأرجنتيني، يا له من قرار ويا له من وقت وتوقيت لأنخيل دي ماريا. نعم كابتن، تفضل بالبقاء معنا، مستمرون معكم.